النشرة 6 من يو تي في، أهلا بكم. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إبعاد جميع الأحزاب والشخصيات المشاركة في العملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003. وقال وزير الصدر في تغريدة نيابة عن الصدر إن الأهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هو عدم إشراك القيادات والوزراء والموظفين وأصحاب الدرجات الخاصة التابعة للأحزاب بما فيها التيار الصدري في العملية السياسية، موضحا أن هذه الدعوة تأتي بدل كل المبادرات التي يسعى إليها البعض بمن فيهم الأمم المتحدة. وعبر الصدر عن استعداده لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وفيما رفض تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة أو بطريقة دموية. حذر بالقول إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح ولا داعي للتدخل بما يجري مستقبلا، لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر. خاطب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن الانتخابات المبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فيما دعا خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة إلى أعلى درجات ضبط النفس. إن الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل من هذا الخيار مساراً عملياً آمناً ومقبولاً من جميع الشركاء، وهو خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتعديل قانون الانتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة تعالج أخطاء الأمس القريب وإقرار الموازنة العامة للبلاد. أدعو جميع الأطراف إلى أعلى درجات ضبط النفس سياسياً وشعبياً وإعلامياً وفسح المجال لتغليب العقل والمنطق والتفاهم. رئيس الجمهورية برهم صالح قال من جهته إن الحركة السياسية وتعدد مساراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة، داعياً إلى الانتصار لخيار الحوار عوضاً عن التصعيد والتصادم. ويمر بلدنا اليوم بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، حيث أن التعثر السياسي الراهن وحالة الانسداد في التفاهم على إنجاز الاستحقاقات الوطنية والدستورية بعد مضي 10 أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر مقلق وغير مقبول. إن حماية شعبنا وبلدنا يتطلب منا رص الصف الوطني والتكاتف والانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضاً عن التصعيد والتصادم والتناحر لا سمح الله، حيث أن الجميع سيكون خاسراً فيه. من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي إن من غير المعقول أن تكون الأزمات السياسية في العراق بلا حلول، مشيرا إلى أن الصراع الحالي يهدد المنجز الأمني واستقرار الناس. إن الأزمات السياسية في العراق من غير معقول أن تكون بلا حلول، وأن هناك دائما طرف لنختارها، فأما طريق الأزمة والفوضى والصراع السياسي وتهديد السلم الاجتماعي، وأما طريق الاستقرار والأمن والبناء والازدهاء. هل نحن أمام أزمة أمنية اليوم؟ لا، نحن في هذه اللحظة بأزمة سياسية وصراع بين أخوة الوطن الواحد وبين من كانوا يقاتلون الإرهاب في خندق واحد، ولكن للأسف هذه الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني وتهدد استقرار الناس. نعم، الناس بدأت تشعر بالقلق والإحباط.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا خلال المؤتمر القوى السياسية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والمضي في انتخابات مبكرة بشأن الأحداث والأزمة الخانقة، ومبادرة الحوار هي الخطوة الصحيحة لجمع الفرقاء السياسيين لمعالجة الأزمة الخانقة التي يمر بها البلد. واسمحوا لي أن أتحدث بمخاوف وقلق تتعلق بوضع العملية السياسية وتتعلق بإدارة الدولة بالكامل. مسؤولياتنا السياسية ومسؤولياتنا الوظيفية ومسؤولياتنا الأخلاقية قبلها كلها توجب علينا جميعا أن نجلس إلى طاولة الحوار ونذهب إلى حلول، منها الانتخابات المبكرة، على أن تكون ورقة سياسية متفق عليها ما بين كل الفرقاء السياسيين على كيفية المضي بعد المضي بهذه الانتخابات. وللحديث ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشأن السياسي مخلد حازم. سيد حازم، أهلا ومرحبا بك. ما الجديد في اجتماع الرئاسات الثلاث والقضاء الذي عقد اليوم برعاية الحكيم غير تكرار دعوات الحوار؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهدين قناة اليو تي في. يعني حقيقة هذه الاجتماعات، يعني اليوم عندما نسمع عن عنوان لمؤتمر يخص شؤون المرأة، وبالتالي نرى أن الرئاسات تحضر لهذا الاجتماع وتتناقش في أمور هي هدفها الخروج من هذه الأزمة. نحن نعلم والشعب يعلم أن هذه الأزمة هي أزمة كسر الإرادات وإثبات الوجود ما بين الكتل السياسية، بالتالي الجميع متمسك برأيه. الإطار التنسيقي لحد هذه اللحظة لم نرى أن هنالك لديه برنامج وخارطة طريق ممكن من خلال هذا البرنامج أن يفتح طاولة حوار وممكن أن يقدم من خلالها تنازلات من أجل الشعب. السيد مقتدى صدر حاول جاهدا من خلال جميع ما حصل خلال الفترات الماضية واليوم نرى أنه يحاول إيجاد جرعة علاجية لمرض خبيث قد أصاب الدولة العراقية، يحاول جاهدا إنقاذ هذا البلد مما وصل إليه، بالتالي ذهب مرة إخراج من البرلمان ومرة أخرى يريد أن تكون الحوارات جميعها بصورة علنية ولا يوجد شيء يذكر تحت الطاولة، لأنه يعلم جيدا أن جميع الاجتماعات والحوارات التي تعقد هي من أجل مصالح ومغانم ومكاسب لا يستطيع أن يتخلوا عنها. اليوم بعد 19 سنة الجميع ذكر أنهم فشلوا، الجميع قال نحن لم نستطع أن ندير هذا البلد بصورة حقيقية، الجميع يعترف بوجود فساد إداري ومالي في الدولة العراقية. إذن لماذا لا تتعاطون مع هذه المبادرات؟ مبادرة السيد مقتدى صدر اليوم هي حسمت جميع القضايا والمشاكل التي ممكن قد تحصل في المستقبل، اليوم وضعهم في زاوية أمام الشعب العراقي. السيد مقتدى صدر قد زهد اليوم في أن يتخلى عن جميع ما يملكه من كتلة سياسية. بخصوص النقطة وهذه المبادرة، يعني كيف سيكون شكل المرحلة المقبلة؟ ويعني السيد صدر منع جميع الشخصيات البارزة والوزراء بالمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، إلى أين يتجه صدر بهذه المبادرة؟ وهذا هو سيد العزيز، هذا هو الصحيح وهذا هو العلاج الناجع اليوم لهذه العملية السياسية. السيد صدر يحاول أن ينأى بنفسه عن أي صدام ممكن أن يحصل إذا ما استمر هذا الانسداد، بالتالي هذا الطرح هو طرح واقعي، طرح حقيقي، تعاطف معه الجمهور العراقي، تعاطف معه التشرينيون، تعاطف معه الأغلبية الصامتة. اليوم نسمع ونرى ونقرأ كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع أن هنالك رغبة وقبول كبير بهذه المبادرة، أي بما معناه الشارع ممتعض من هذه الطبقة السياسية. اليوم هذه الطبقة السياسية حقيقة أمام مشترك طرق، يا أما تفاعلت مع هذه المبادرة كما تقول، لكن المشكلة هي ليست مع الشارع، قوى السياسية الفاعلة المشاركة المقصودة كيف ستتفاعل مع هذه الدعوة برأيك؟
يعني نحن نعلم ان يعني الشارع هو الاقوى، في النهايه الشارع هو الاقوى اذا ما كانت لديه ثوره حقيقيه تضامن بها الجميع. فبالتالي لا تستطيع قوة من القوى السياسية أن تقف بوجه هذا الشارع، حتى لو يعني نزف الشارع دماء، لكن من أجل أن يغير واقع حقيقي، واقع لعملية سياسية مريرة قد جثمت على قلوب الشعب العراقي. اليوم كثير من الطبقات والفئات نرى أنها قد انطلقت في الحديث والحوار لأنهم لم يجدوا يعني فسحة أن يتكلموا بها سابقا بسبب هذه الكتل السياسية. سيد العزيز، هذه الكتل السياسية لم يكن لديها لاعب سياسي حقيقي، وإنما أدوات امتهنت العمل السياسي، وبالتالي توافقوا على الحكومة هذه التوافقية لأنها حكومة سهلة المنال. وبالتالي عندما ذهب السيد مقتدى صدر أن يغير جزئية من هذه الحكومة التوافقية لم يستطع، لأنهم وضعوا العصا في العجلة، لأنهم يعرفوا أنهم إذ ما ذهب السيد مقتدى صدر بهذا المجال أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا مكاسبهم ومغانمهم الذي تعودوا عليها لسنوات. هذا فيما يخص مبادرة الصدر، يعني دعنا عن مبادرة الأكاديميين العراقيين بالدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية تقودها الكفاءات والرموز الوطنية. إلى أي حد تفاعلت الأوساط السياسية مع هذه المبادرة؟ يعني اليوم كنا حاضرين في هذا المؤتمر ونحن أحد أقطاب هذا المؤتمر. حقيقة هذا المؤتمر ولد من رحم الناس الوطنيين الأكاديميين الذين يعني يرون العراق بعين الوطنية الحقيقية، يحاولون ونحاول منذ فترة أن نخرج بصيغة تستطيع أن يعني أن تفضي إلى نتائج الشعب يرضى بها بعيدا عن هذه الحكومات. لكن أنا نعرف أن هذه المخرجات هذا المؤتمر وطلبات هذا المؤتمر أكيد سوف يصطدم بواقع الكتل السياسية التي تمتلك المال والسلاح. بالتالي هذه التهيئة وهذه البادرة وهذه النواة ممكن أن تؤسس إلى نواة لكتل أخرى ممكن إذ ما اتحدت في المستقبل بالتالي تكون هنالك مع الجماهير العراقية الوطنية أن تؤسس إلى كتل كبيرة تستطيع أن تزيح هذه الكتل الصغيرة. لكن في المنهج في الرؤية أننا ذاهبون باتجاه أن تكون هنالك تغيير حقيقي للواقع السياسي في العراق، وأن تكون هنالك حكومات حقيقية تبنى من أجل خدمة الوطن والمواطن وليس من أجل خدمة الحزب والكتلة ورئيس الكتلة. أعمل باحث في الشأن السياسي مخلد حازم، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. طرحت نقابة الأكاديميين العراقيين مبادرة بست نقاط لإنهاء الأزمة السياسية، أبرزها تشكيل حكومة انتقالية يقودها مستقلون على أن يمهدوا لانتخابات مبكرة ويتعهدوا بعدم المشاركة فيها والتسليم الآمن للسلطة. واقترحت النقابة خلال مؤتمر صحفي أن تطرح ثلاث شخصيات مهنية ونزيهة لمنصب رئيس الوزراء تلتزم بعقد مناظرات علنية أمام الشعب لتوضيح برامجها ومعالجتها للأزمة الداخلية والخارجية. وتضمنت المبادرة تقديم 100 شخصية من الأكاديميين والخبراء ووضعهم تحت تصرف رئيس الوزراء لإدارة المرحلة المقبلة، فضلا عن إطلاق مشروع إصلاحي تلمس نتائجه خلال 100 يوم، وعقد ميثاق وطني يهيئ الأجواء لتعديل الدستور أو استبداله ومعالجة كبرى مشاكل البلاد. هذه المبادرة وهذا المؤتمر هو منجات للجميع، منجات حتى لمن يعتقد أنه اليوم قادر على تشكيل الحكومة وهو غير قادر، يعني حتما هو غير قادر. ليش غير قادر؟ لأنه لا يمثل أغلبية. اليوم أغلبية الشعب العراقي فقدت الثقة مو بس بالنظام، يعني بالنظام تقول مثلا بالحكومة، لا، فقدت الثقة بالدولة عموما، يعني بكل مؤسسات الدولة،
المؤسسات التشريعية اليوم، هل هناك ثقة مثلا بالبرلمان بالمؤسسة التشريعية؟ هناك ثقة بالمؤسسة التنفيذية؟ هناك ثقة مع المؤسسة القضائية؟ أكو ثقة مفقودة. لذلك نعتقد أن هذه القوى الوطنية ونقابة الأكاديميين والنخب تستطيع أن تشكل حكومة مستقلة لا تمارس يعني خلينا نقول فعلا سياسيا في المرحلة المقبلة، وتتعهد بعدم الدخول إلى الانتخابات المقبلة، لكن بنفس الوقت تهيئ الانتخابات مبكرة بقانون انتخابي قادر على أن يكون قانون موازن. وفي غضون ذلك دعت عشائر في محافظة بابل إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لا يشارك فيها الفاسدون، فيما رفضت المحاصصة وتسييس القضاء. وأكدت العشائر في مؤتمر صحفي دعمها حكومة الأغلبية الوطنية داعية زعيم التيار الصدري إلى محاسبة الفاسدين من أبناء التيار أولا كنوع من إعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية. وحذرت العشائر من سياسة الانتقام وتجييش الجيوش بعد تغيير العملية السياسية، مشيرة إلى أن الصدر مثل ثقافة التسامح التي تعد الأجدر والأنفع لقيادة البلاد في الوقت الحالي. وبشأن ملف المياه، أعلن وزير الموارد المائية مهدي الحمداني إيقاف الجانبين التركي والإيراني للمفاوضات المائية مع العراق إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مبينا أن وزارته طالبت رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بالتحرك لدفع الدولتين نحو استئناف المفاوضات وعدم التحجج بالوضع السياسي العراقي. يعني ملف المفاوضات مع جارتين تركيا وإيران الآن توقف، أعلمونا بشكل رسمي السفير التركي والجانب الإيراني أنه تتوقف المفاوضات لحين تشكيل حكومة جديدة. لا نعرف لماذا هذا الإجراء، ولكن بالتأكيد هذه الدول تبحث عن مصالحها وتحاول أن تماطل في إجراءاتها بحجة عدم وجود حكومة. نحن لا نجد أن هذا مبرر كافي على هذه الدول أن يستمر تعاونها وتستمر المفاوضات، لأننا نجد أن مبرر إيقاف التفاوضات بسبب عدم تشكيل حكومة هذا مبرر غير منطقي وغير مقبول. لذلك طلبنا من وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل أكبر، طلبنا من مجلس الوزراء، من مجلس النواب، طلبنا من كل القيادات السياسية أن يكون لها دور في الضغط على هذه الدول لغرض الجلوس والتفاوض على الحصص المائية. في ديالى ارتفعت معدلات هجرة السكان داخل القرى الحدودية بسبب الجفاف وقطع المياه من الجانب الإيراني المسؤول عن عطش نحو 40 قرية في مندلي وقزانية وهجرة 70% من السكان. منازل أراض زراعية مهجورة وأخرى ينتظر ساكنوها بيعها للهجرة أيضا. هذا هو المشهد في قرى بلدتي مندلي وقزانيا شرقية ديالى عند الحدود مع إيران إثر أزمة جفاف قاسية تجتاح المنطقة مؤثرة في مفاصل الحياة كافة، بعد أن كانت السيول والفيضانات الجارفة تغرقها سنويا حتى قبل عامين. مدهورين من ناحية المي ماكو، عشرات العالم شالت، وأنا حاليا أدور بمكان اللي أشيل به. حلالنا بعناه بالرخص يعني على مد المي ماكو موت، هي انتهينا يعني من العطش. مياه الوديان القادمة من إيران تمثل مصدر الري الرئيس في قرى مندلي وقزانيا، وهي 9 وديان جفت بالكامل، أكبرها ترسق وحران والنفط. أما اليوم فليس أمام السكان سوى الآبار لمواجهة العطش،
فالبئر الواحد هنا ترتوي به قرابة 50 عائلة، إذ تقول إدارة البلدتين إن أكثر من 40 قرية دفعت جفاف قرابة 70% من سكانها إلى الهجرة. منديل وقزانة تعتمد المصدر الرئيسي المعاشي على الزراعة ولا تربية الأغنام، هذه أيضا تأثر بسبب الجفاف وبسبب عدم وجود المياه. نسبة الهجرة المؤقتة كانت 50%، يعني من خلال تأجير أراضي زراعية في مناطق أخرى لإنهاء هذا الموسم وعدم تركهم بشكل نهائي، والبعض هناك نسبة الهجرة كانت ما يقارب 20% في الناحيتين بشكل دائم. ويتوقع أن تشهد القرى الحدودية ارتفاعا في معدلات هجرة السكان في ظل قلة الأمطار واستمرار قطع إيران لمصادر المياه القادمة منها وعجز الحكومة العراقية عن وضع خطة تنقذ السكان فضلا عن تنفيذها. وبالإضافة لقرى قزانية ومندلي، ينذر الجفاف بهجرة سكان عشرات القرى في جنوب بلد روز وكنعان وبهرز وأطراف العظيم بعدما خيم ظله الثقيل على كافة مفاصل الحياة وسط المطالبة بإجراءات تنقذ الأهالي من أزمة تتفاقم يوما بعد آخر. علي العنبقي، يو تي في، ديالا. السادسة انتهت، نلقاكم في 8:00، إلى اللقاء.